داخل وسط طبيعي مثلا الغابة، يمكننا أن نميز بين نوعين من المكونات: مكونات لا إحيائية مثل صخرة، مكونات أخرى إحيائية كالفراشة. كيف استطعنا التمييز بين هذين المكونين، أي المكون الإحيائي والمكون لا إحيائي؟ تابعوني. المكون الحي أو الكائن الحي يتميز بعدة وظائف إحيائية. نجد التكاثر والتغذية، التنفس، ثم النمو. على غرار الغابة هناك عدة أوساط طبيعية، وداخل هذه الأوساط تتنوع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية التي تعيش داخلها. كيف نستطيع الآن أن نميز بين الكائنات الحيوانية والنباتية؟ بالنسبة للنباتات فهي تكون دائما مثبتة، أما الحيوانات فنستطيع أن نميزها عن طريق أصواتها أو الأثار التي تتركها. ولكن هناك بعض الحيوانات التي تصعب دراستها. لماذا؟ لأنها تختبئ وتفر أو تخرج فقط في الظلام. إذا من الضروري البحث عن وسائل قصد اصطيادها والتقاطها شرط عدم إلحاق الأذى بها. من بين هذه الوسائل والطرق المعتمدة نجد تقنية بيرلز. تابعوني الآن قصد التعرف على هذه التقنية. يتكون جهاز بيرلز من مصباح، ثم تربة طرية وضعناها داخل غربال قطر عيونه دقيقة متصل بقمع. في الأسفل نضع إناء به كحول. لماذا وضعنا الكحول؟ كي لا تفر الكائنات الدقيقة التي ستسقط في هذا الإناء. بعد ذلك نسلط ضوء المصباح على التربة الطرية، فنلاحظ أن الكائنات الدقيقة تفر من حرارة المصباح وتسقط في الإناء الذي يتوفر على الكحول. بعد ذلك نمر للملاحظة المجهرية، إما باستعمال المكبر اليدوي أو المكبر الزوجي. لاحظوا معي الآن الكائنات الدقيقة التي تم التقاطها، والتي نسميها بالفونة المجهرية للتربة. استعملنا للكشف عن الفونة المجهرية المكبر اليدوي والمكبر الزوجي، ولكن هناك بعض الكائنات الدقيقة التي تصعب ملاحظتها باستعمال هذه الوسائل. لماذا؟ لأنها دقيقة جدا، ومن هنا دعت الضرورة للبحث عن جهاز أفضل، إنه المجهر الضوئي. تابعوني في الدرس المقبل للتعرف على هذا الجهاز.